ايه، صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. الفيديو النهارده يا جماعه مليان شقه كتير قوي على فكره، ومصورتش معاكم كل الحاجه. اول حاجه كده دخلت على الحمام، بدات اغسل الشرشوبه بتاعتي كويس وجردل الشرشوبه، لان بجد يعني كان بقالي يومين بالظبط ما غسلتهمش، وده رقم كبير المفروض بتتغسل كل يوم، بس ما علينا. المهم غسلتها كده ودخلت على المروحه بتاعتي برضو، فكتها كده وغسلتها كلها. اي نعم ما عرفتش اصور معاكم كل الخطوات بسبب ايزابيلا، بس اللي قدرت عليه صورته. يعني انتوا عارفين ان انا ما بقدرش يعني اقصر معاكم، بس غصب عني بسبب ايزابيلا اللي بعرف اصورها يا جماعه، والله العظيم بصوره لكم. هنا بقى قلت بقى ايه، انا لسه بقى همسح وهعمل، لا هو الدش شغلته كده على السرعه الاخيره اللي هي القويه، وبدات ان انا انضف كل حاجه كده بصراحه، ونضفت معايا في خلال دقيقه. اللي عذبني القطعه التانية اللي هي الريش بتاعه المروحه والقطعه اللي هي الخلفيه. بعد ما خلصت بقى كده يا جماعه، كان الفيلم بتاع شاروخان كده شغال، جابتك يا جان، لو حد عارفه يعني يا جماعه، بجد هو حلو قوي ورومانتك قوي. كده كده شاروخان بطل الرومانسيه في العالم. ده كده كان الفطار بتاعي النهارده، قليت بيضتين كده وكلت معاهم واحده فلفل الوان او فلفل رومي، فلفل كوبي اللي انتوا بتقولوا عليه يعني. وبعد كده بقى مرونه النهارده كان اجازه من الشغل، فاخد كده كتاب التلوين بتاعي وبدا ان هو يلون كده النمر. على فكرة التلوين بتاعه حلو قوي، زي بالظبط بيبدأ في الحاجة. يعني احنا لما بنلاقي حاجة قدامنا بنحب نعملها بضمير، لو بنحب نعملها لحد اخر قطعة فيها كده تكون مثالية دايما دايما دايما. وزي ما هو فرحني انا فرحته، قمت بقى عملت له كده كوباية كاكاو. والله العظيم يا جماعة كانت جميلة قوي كوباية الكاكاو دي، تحفة تحفة تحفة، عملتها كده بكل حب زي ما بتقولوا. كنت مطلعة له الكوباية دي في الاخر، قلت لا دي مش هتكفي، لاني حاطة نشا بقى وعاملة له كده حاجة قمر، حطيتها كده بقى في مج شكله حلو حلو كده، وحطيت له بقى كده في يونكا، وحطيت له كوستر شكله حلو، وقلت له بقى اتفضل بقى كده واشرب وقول لي رايك. عامه يا جماعه هي عجبته يعني، الحمد لله. دخلت على المطبخ كده، خدت السبراي بتاع القضاء على ريحه النفايات وكده، اي ريحه مواعين انت هتغسليها كمان شويه مش حباها دلوقتي، اي ريحه باسكت طبعا بامبرز ايزابيلا، اول ما بيتحط يا اما الزباله تتكب يا اما احط السبراي، ده ملوش حل تالت يا جماعه بسبب بالله يعني. المهم كده كان يعني المج او البرطمان مش عارفه اسمه ايه، ده كان فضى من الزبيب. انا بحب دايما املى الحاجه بتاعتي، خدت الزبيب كده لاني ماسكه التليفون بايد واحده، طبعا الستاند بتاعي اتكسر، ف احتجت بقى سبت التليفون وعملت كده ووريتكم. هنا بقى يا جماعه برضو كنت بحط بذور الشيا بتاعتي قمر، انا بعشق حاجه اسمها بذور شيا لان هي حلوه قوي لمرضى الغده، يعني بتبقى كويسه جدا تمام. وهنا بقى كان الميزان بتاعي، انا بقيس فيه الحاجات زي ما وريتكم كده، الجبنه القريش اللي متابعني في حجر واحد من الحجرين يا جماعه كان بدا يملح او كان بدا يصدي، خفت بقى ياثر على الجهاز ويخلي الجهاز ذات نفسه يصدي مني، فقلت لا بقى يعني هحطه بقى كده حجاره تانية واجربه معاك. وجيت اجربه لقيته مش شغال، بس بعد كده بقى اخدته كده وبدات ان انا اهز الحجاره فاشتغل معايا بقى بعد كده. يعني بصوا هنا كده مش هيبقى شغال، بعد كده هزيت الحجاره فاشتغل زي ما انتم ما شايفين. هجربه معاكم دلوقتي، هقيس معاكم كذا حاجه كده او هوزن معاكم كذا حاجه، وزنت معاك كده السيروم بتاع الكراميل، وبعد كده وزنت الحجاره عشان اتاكد انه شغال وبقى زي الفل. ده يا جماعه هنا بقى كنت قطعت السلطه بتاعتي عشان هتغدى، انا بعشق حاجه اسمها سلطه مع الاكل، يعني مش عشان طعمها حلو، عشان هي مفيده. هنا بقى كنت بسخن كده في الميكرويف فراخ مشويه ومكرونه سباجيتي، ما كترتش مع اني بحبها جدا، يعني اليوم اللي بيبقى فيه مكرونه بحط كميات كبيره، المره دي حاولت اسيطر على نفسي شويه وحطيت تقريبا 5 معالق مكرونه سباجيتي او 5 شوك مكرونه سباجيتي يعني تمام. وخدتهم كده وقلت بقى انا هحطهم جوه صينيه كده عشان يبقى شكلهم حلو واعرف اكل براحتي، ما يكونش بقى كل طبق في حته كده. خدتهم وحطيتهم على الصينيه وقلت بقى ايه اصور معاكم كده وقولوا لي رايكم بقى. جايب قلبي تعالى اوريكم نوعين مانيكير كده لسه جايين لي جفت دلوقتي. اول واحده اللي هي كوين كلاب، ده اللون بتاعه يا جماعه، ابقى اجربه. انا دلوقتي ضوافري كلها يعني متقطمه زي الفل متظبطه مش مهم بقى عادي. المهم اللون ده حلو قوي على فكره، ما عنديش اللون ده خالص، جامد قوي وعجبني. انا بحب الالوان اللي تجيلي تكون مش عندي، واللون ده تحفه على فكره، هيبقى خرافي قوي 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 لو اتحط لوحده كده على الضفر، خصوصا الضوافر الطويله. الضوافر الطويله يا جماعه بتدي شكل حلو قوي للمانيكير. في دوشه طبعا، ده افتتاح تحتينا، ما تشغلوش بالكم يعني، حاولوا تسمعوني على قد ما تقدروا. في واحد تاني مع استاذه ايزابيلا كانت ماسكاه، ده تاني واحد اسمه بيشن تقريبا، يعني بايشن او بيشن،
ده شكله اللون بتاعه يا جماعة رائع، الفوشيا اللي بيلمع الجامد بجد تحفة. لا لونه عجبني قوي واللون بتاعه بهرني. انا عندي فوشيا بس فوشيا غامق كده، بس مش بيلمع، مش بيلمع اللمعان الحلو ده. فلا اللمعان بتاعه على فكرة حلو قوي وابهرني، يعني بصراحة من الحاجات التحفة قوي اللي عجبتني في الوان المانيكير الفترة اللي فاتت دي. ما شفتش لون ابهرني كده. كل الالوان عادي بقى بقت مكررة طبعا، انتوا فاهمين قصدي بقى، انما اللون ده بصراحة كده اداني ابهار. تعالوا بقى اوريكم فكرة كده الحاجة، مش عارفة انتوا بتعملوها ولا لا، بس انا عن نفسي هقولها لكم. بصوا بقى، اي حد بيطلب اوردر فرايد تشيكن او بيتزا او اي حاجة، ساعات بيبقى معايا كده كيس، ده بيبقى فيه منديل وبيبقى فيه وحدة وايبس وبيبقى فيه شوكة. ساعات لو ما استخدمتش الشوكة بسيبهم زي ما هما كده، وببدأ ان انا يا جماعة خدهم معايا في السفر، خدهم معايا مثلا وانا رايح المصيف. بصوا باخدهم معايا اي مكان جوه الشنطة، بيبقوا حلوين قوي، بيبقى باكج كده فيه كل حاجة جوه الشنطة بتاعتك، كل حاجة حرفيا انت بتحتاجيها. مش عارفة حد غيري بيعمل التريك دي ولا لا، بس هي مش تريك، هي مجرد فكرة كده خطرت على بالي فحبيت ان انا اعملها وحبيت ان انا اقول لكم عليها. طبعا ايزابيلا اهي عادي يعني برضو بتخرب الدنيا وبتاكل المانيكير اساسا يعني. ده غسيل يا جماعة كالعادة، بسيبه هنا على سرير بيلا وكده، وعباية بقى ما بكرر ان انا اعمله واطبقه وكده، بنكون استخدمنا نصه اصلا يعني من غير اي حاجة. الصبح حطيت قاعد تسريحة جديد ست هانم، ايزابيلا يا جماعة شاركتني خلاص. انا حاطة هنا البرفيوم بتاعتها اللي هي هوجو دي، تحفة، مرون كان جايبها لها في عيد ميلادها. عايزة اقول لكم بجد خرافية خرافية خرافية، اي واحدة تجيبها لنفسها اصلا. بس انا في البيت بحط لها الكولونيا بتاعت جونسون دي، برضو عايزة اقول لكم انها روعة 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 روعة. يعني ضفت ايه تاني؟ ضفت كريم كعب الغزال ده من ماي واي، ده شكله ايزابيلا عاملة فرح ورايا بسبب الاغاني اللي شغالة. ضفته هنا وقلت احطه على التسريحة برضو عشان استخدمه عشان الصلاحية بتاعته ما تخلص. وضفت ايه تاني؟ ضفت السيرم بتاع سروليس ده، حطيته برضو على التسريحة، مش عشان حاجة او مش عشان منساش ان انا ارطب شعري، لا عشان خاطر السيرم ده يا جماعة لما بيتحط مقلوب بيتكب كله. طبعا احنا مش ناقصين مصايب يعني، انا ما ايه هنجيبه كل اسبوع سيرم ولا ايه؟ مش للدرجات دي، خاصة انه بقى ب150 جنيه دلوقتي، يعني ما بقاش رخيص. كل حاجة ما بقتش رخيصة يعني يا جماعة، على فكرة بقى يعني كل حاجة غليت غليت بطريقة مبالغ فيها بجد. المهم طبعا انا حاطة الباتر دي، كلمتكم عليها على فكرة على تيك توك كتير، البتر اللي هي دي بتاعت الشفايف، ودي بصوا اللمعة بتاعتها خطيرة بجد بجد بجد، مش عارفة انتوا شايفين ولا لأ، بس فيها لمعة كده تحفة. البتر دي بتاعت الاندر ارم، والبتر دي بتاعت البيكيني والنيبلز، تمام؟ يعني دي بتتحط المتزوجات وكده، على فكرة ريحتها حلوة وجميلة جدا. يعني دي المانية، مش هتلاقوها هنا، هتلاقوها مش هتلاقوها يعني محل او كده، هتلاقوا اونلاين. خدوها سكرين شوت لو حابين، وروها لاي حد وهو يعني هيعرف يجيبها لكم، خاصة البنات اللي فاتحة جروبات وبتجات على الفيسبوك وكده بتجيب حاجات مستوردة كتير، فهتلاقوا عندهم يعني حاجات المانية زي كده. حتى السيرم بتاع الشعر برضو كنت جايباه من بيج، برضو بتبيع حاجات مستوردة، اللي هو السيرم الالماني اللي هو بتاع اطالة الشعر ده، كنت جايباه اونلاين من بيج كده.